مسرحية جديدة أخرجها الخليفيون هذه الأيام، بطلها رئيس الوزراء خليفة سلمان الخليفة، خليفة الذي يشغل منصبه منذ استقلال البلاد قبل أكثر من 4 عقود. قام بزيارة إلى ما يسمى بمجلس النواب، دعاهم خلالها إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف العصيبة على حد قوله، وتبع الزيارة إلغاء المجلس لقرار استجواب بعض الوزراء. هذه المسرحية أراد الخليفيون من وراء إخراجها توجيه أنظار الرأي العام عن الحراك الثوري المتصاعد هذه الأيام في البحرين، خاصة وأن البلاد على أعتاب الذكرى 5 لانطلاق ثورة 14 من فبراير المجيدة. الخليفيون أرادوا تصوير المجلس بأنه صاحب سلطة في البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين، فهل سيطالب المجلس بترشيق نفقات عائلة آل خليفة التي ترهق الموازنة؟ أم هل سيطالب بتخفيض موازنة الداخلية والدفاع التي تسخر لقمع البحرانيين؟ أم هل سيفتح ملفات فساد العائلة الحاكمة؟ لا شك في أنه لن يفعل أي من ذلك، لأنه مجلس ولد ميتا في ظل نظام حكم عائلي يعتبر البحرين ملكا عضوضا لآل خليفة، وليس من حق أي أحد مساءلتهم عما يهبوه من خيراتها وعما يرتكبوه من جرائم بحق أهلها. هذا الواقع يعزز من قناعة البحرانيين بأن لا سبيل لحل كافة أزماتهم إلا عبر إسقاط هذا الحكم الفاسد.